قبل أن ينتهي الشوط الأول نسجل الجول الثاني. الجول الثاني الجول الثاني للريال. جول ثاني للريال يظهر كريم بنزيما ويسجل الهدف الثاني. هذا ما أراده الأنصار، هذا ما أراده الفريق، هذا ما أراده كارلو أنشيلوتي على أساس أنه جول واحد مكافي. الآن جولين، صارت النتيجة 2-0. جول مبكر وجول متأخر. جول مبكر مع بداية المباراة من كريستيانو رونالدو، وجول متأخر والهدفين بهذا الشكل. الكريم بنزيما يظهر الآن أمامك ويزور شباك غوركا إيرايزوس ويسجل الهدف الثاني. صارت 2-0، صارت 2-0. كان الله في عون غوركا إيرايزوس. كنت أقول أن يعني الفريق الملكي أنت تشوفه يعني صعب أن يعني أن تحدث أمور مزعجة عادل بوسكي. محاولات الريال تبدأ من الآن أو بدأت حتى قبل قليل. الكرة وصلت، ممكن جول، ممكن جول، جول من بدري للريال، من بدري للريال. كريستيانو والأنصار والمشجعين وخامس ومارسيلو والكل سعيد في سانتياغو برنابيو، لأن كانت محاولة مع بداية المباراة. تأتي الآن المحاولة الثانية والمتألق الرائع أمام كريستيانو رونالدو اللي يسجل الهدف رقم 11 في الليغا، ويرسل بالتالي الرسائل إلى ميسي وإلى نيمار. لاحظ الانطلاقة ولاحظ التقدم من داني كارباخال أولا، وبعد ذلك جارث بيل إلى كريستيانو، وكريستيانو هنا يسجل الهدف الأول لمصلحة الريال. من بدري الريال اليوم مسجلين، من بدري. أنا والله يا أخي ما أدري، بس عندي شعور أن الفريق الملكي والبي بي سي